السلام عليكم. ظهر الناخب الوطني جمال بلماضي في موقف إنساني رائع وهو يقدم الماء لأحد اللاعبين من منتخب سيراليون في لقطة أثنى عليها جميع الجزائريين، وأكد مدرب الخضر أنه يتحمل مسؤولية تعثر المسجل في مباراة اليوم أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا. وتحدث جمال بلماضي عن هذه الهزيمة خلال المؤتمر الصحفي والذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا: في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط مع وضع بن رحمة، بولية، محرز، بنجاح والبليلي في الهجوم. كنا نرغب في تحقيق الفوز إلى أننا لم نتمكن من ذلك. علينا أن نتحمل المسؤولية وأنا الأول أتحمل المسؤولية. علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر للمباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار.